وينضم معنا عبر الهاتف من فيينا الأستاذ زياد السنجري الإعلامي وصحفي العراقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. بداية نبدأ من أعداد القتلى التي ترتفع في مدينة الناصرية. آخر حصيلة سجلت استشهاد 10 متظاهرين برصاص ميليشيا العصائب. مقتل هؤلاء المتظاهرين برصاص الميليشيات ألا يؤكد وجود تواطؤ حكومي لتبرئة ميليشيات الحشد من تهمة قتل المتظاهرين في تقرير لجنتها الأخير؟ مساء الخير. مساء الأنوار. نعم، شاهدنا الأعداد التي أو الأرقام التي تردنا من الناصرية وكذلك من محافظة ميسان وفي الديوانية وفي البصرة، وأعداد الشهداء الكبيرة الذين سقطوا اليوم في تظاهرات سلمية يشهد لها القاصي والداني، حيث كانوا يرفعون شعارات وأعلام عراقية ولديهم مطلب واحد بإنهاء هذه العملية السياسية، ولكن جبهوا برصاص وبإطلاقات نارية من قبل العصائب وميليشياتها بشكل واضح وعلني وصريح. ولربما شاهدنا في التقرير عن قيام الإيرانيين بقتل المتظاهرين كذلك في بغداد، ولم يختلف الأمر في البصرة وفي ميسان سقط 7 شهداء أيضا. إذا نتحدث عن أن النفوذ الإيراني اليوم يمارس أبشع أنواع الإرهاب في العراق ويقوم باستهداف المتظاهرين العزل الذين لديهم مطلب مشروع بإنهاء عملية سياسية جاثمة على صدور العراقيين منذ عام 2003 ولحد الآن. طيب، استمرار هذه التظاهرات بهذه الحدة واتساعها لتشمل بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى، إلى أي مدى يؤكد تمسك هذه التظاهرات وتمسك الشعب العراقي بمطلبهم الرئيسي وهو إسقاط النظام السياسي في العراق والعملية السياسية برمتها؟ العراقيون اليوم قالوا كلمتهم وكلمة واضحة وأمام مرأى العالم. العراقيون لا يريدون هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تستغل العراق منذ عام 2003 وأسس لها الاحتلال الأمريكي والإيراني، وقد سلم العراق إلى إيران على طبق من ذهب. واليوم العراقيون قالوا كلمتهم بأن عمقهم عربي إسلامي بعيدا عن إيران وجلاوزة إيران وبعيدا عن نظام الفقيه ولاية الفقيه، وهم لا يريدون أي شيء، أي حزب، أي شخصية سياسية تمت بأي صلة إلى إيران. اليوم كان هناك بعض المجرمين الذين أرادوا التسلق على التظاهرات على أكتاف المتظاهرين اليوم، ولكن جوبوا بقوة من قبل المتظاهرين وبحماس كبير، وقالوا لهم لا نريد أزلام إيران في تظاهرات العراقيين العرب الشرفاء. طيب، على مستوى التغطية الإعلامية سجل اليوم العديد من الانتهاكات بحق مراسلي الوكالات والقنوات الإعلامية، وهناك أيضا منع لبعضها عن التغطية. هذا المنع ألا يفقد الحكومة مصداقيتها بعد خطاب عادل عبد المهدي الذي تحدث عن أن التظاهر حق مقدس كفيله الدستور؟ العبادي صرح أيضا بأنه سيقوم أعطى إعادة القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ونكث بوعده لأنه لا يستطيع أن يفي بوعده. كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام، حيث منعوا قناة دجلة من التغطية، وكثير من القنوات الآن يتهمونها تابعة لجهة معينة لأنها مع المتظاهرين. ولربما اليوم في عالم السوشيال ميديا وفي وجود الموبايل استطاعت قنوات أن تغطي الأحداث بشكل مميز جدا، مثل قناة الرافدين على الصعيد المحلي، وهذا ما يعرفه ويدركه الجميع. تبذل جهود استثنائية في دعم المتظاهرين، وهناك قنوات عربية أيضا تقوم بهذا الدور بشكل جيد جدا، ومع تقاعس بعض القنوات الممولة من قبل الأحزاب والتي أثبتت بأنها بعيدة عن الشارع العراقي وخسرت جمهورها. لذلك نجد بأن الحكومة تستعمل سياسة الترهيب والترغيب مع القنوات. قنوات أصابت مراسليها ومصوريها واستهدفتهم بشكل مباشر، وقسم من القنوات اشترت سكوتها مقابل امتيازات معينة وأموال. نعم.
ولكن يبقى العراق بعيدا عن حرية الإعلام للأسف في ظل هذه الحكومة وهذه الممارسات الغير ديمقراطية. وكالة الصحافة الفرنسية تحدثت عن متظاهرين توفيا بعد أن كانا قد أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه. أمام هذه الواقعة، أين هي قوات حفظ النظام التي أعلنت الحكومة عن تخريجها وتدريبها للتعامل مع المتظاهرين؟ هناك استهداف مباشر بغاية القتل كما يظهر من الصور. نعم، شاهدنا كلنا مقاطع فيديو وصلتنا عن إطلاق قنابل مسيل للدموع على الوجه ومن مكان قريب، والغاية منها ليس تفريق المتظاهرين بقتل وإنما قتل المتظاهرين، والدليل بأن المسافة قريبة وأن قنابل الغاز من قوة الاندفاع دخلت في رأس أحد المتظاهرين، وربما شاهدنا جميعا المنظر البشع لاستهداف أحد المتظاهرين السلميين والدخان يخرج من رأسه، وهذا دليل واضح بأن تلك القوات تتعمد عملية القتل للمتظاهرين، تريد أن تسكت المتظاهرين وتريد أن تقتل أكبر عدد منهم بأي طريقة. مسألة القناص انكشفت اليوم، العصائب تقوم بالقتل، السفارة الإيرانية تقوم بالقتل، قوات حفظ النظام أو ما تسمى بحفظ النظام تعمل على قتل المواطنين بإطلاقات الغاز المسيل للدموع ليس فوق رؤوس المتظاهرين أو بشكل معين مدروس، وإنما بشكل متعمد على وجه المتظاهرين لإيقاع عدد منهم، وهذا ما حدث بالفعل بعد سقوط أكثر من شهيد في بغداد وبقية المحافظات الأخرى. هتافات المتظاهرين اليوم ضد إيران وقادتها ليست الأولى، ماذا يعني استمرارها وماذا يعني تصاعد الرفض الشعبي للوجود الإيراني في العراق؟ لربما تنتظرون منا أن نوضح بأن النفوذ الإيراني في تقزيم وفي انحصار كبير داخل العراق، وإن شاء الله التحرير الكامل للأراضي العراقية من قبل النفوذ الإيراني، ولكن هناك رسالة أخرى أريد أن أقولها لكل المشاهدين عبر قناتكم، بأن العراق وعروبة العراق وعروبة أهلنا خاصة في بغداد وجنوب العراق أثبتوا أنهم عرب وصلاء منبعهم طيب وأصيل، واستطاعوا أن يقولوا للنظام الإيراني وهم تحت وابل من الرصاص وتحت وابل من النيران أن يقولوا كلا لإيران وكلا لجوالزة إيران وكلا لأحزاب إيران ونفوذ إيران وسياسي إيران، وعليهم أن يخرجوا جميعا من العراق، وسيبقى العراق أبي عربي كما عهدناه، وسيكون صمام أمان لكل المنطقة والدول العربية عندما يستعيده أهله من قبل إيران. عبد المهدي في خطابه الأخير شدد على أنه يجب على المتظاهرين أن يحصلوا على الترخيص من وزارة الداخلية من أجل حمايتهم وعدم تعطيل حياة المواطنين. إذا كان هذا الأمر صحيحا، هل يعقل أن عدم حصول المتظاهرين على ترخيص يخول القوات الحكومية استخدام كل هذا العنف؟ نقطتين رئيسيتين في هذا التصريح. الأولى أن وزارة الداخلية لا تمنح هذا الترخيص في هذه الظروف، يعني إذا قدمنا طلب لوزارة الداخلية من أجل الخروج بتظاهرة أو وقفة احتجاجية أو اعتصام، وزارة الداخلية لا توافق. فإذا التصريح عادل عبد المهدي هو ضوء أخضر للقتل، لأن من لا يحصل على إجادة ورخصة للتظاهر فإذا هو مستهدف ولا يتم حمايته، فإذا كمواطن حسب وجهة نظر عادل عبد المهدي يخسر حياته مقابل أن يتظاهر بشكل سلمي وعفوي، علما بأن لا يوجد أي قانون أو دستور في العالم أو تعليمات أو شرائع تمنع المواطن في أي بلاد من العالم من التظاهر في السلمي وتمنعه من طيب. هنالك مشهد تهكم عليه العراقيون، وهو أن وزير الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي قد نزل إلى الشارع وقال إنه تظاهر مع المتظاهرين. يعني محاولات الحكومة تصيح واختزال الحراك بمطالب خدمية، هل بات الشارع مقتنع به فعلا؟ العراقيون يريدون مطلب واحد وهو إنهاء العملية السياسية القائمة منذ 2003 بشكل قطعي، ولا يقبلون بأي شخصية مهما كانت
موجودة حاليا أو سابقا في البرلمان ما بعد 2003 أو بالحكومة أن يتفاوضوا معها على أي نقطة من النقاط التي تريد الحكومة طرحها كعادل عبد المهدي وبعض السياسيين وبعض رؤساء الكتل وبعض الإعلاميين المرتزقة الذين يريدون تسويف مطلب المتظاهرين بإنهاء العملية السياسية وجعلها مجرد تعيينات أو خدمات أو كهرباء أو ماء أو صحة أو تعليم. لا، اليوم المطلب الوحيد إنهاء هذه العملية السياسية واجتثاث ما موجود من سياسيين في عموم أنحاء العراق وإجراء انتخابات بإشراف دولي وبشكل شفاف بعيدا عن مفوضية الانتخابات الحالية. وهذا المطلب الوحيد الذي يمكن أن يرضي العراقيين الذين لن يتنازلوا عن هذا المطلب بأي شكل من الأشكال، رغم المحاولات والماكينة الحكومية والذباب الإلكتروني التابع للأحزاب والحكومات السابقة واللاحقة. ولذلك العراق مصرين على كلامه. نعم، الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري كنت معنا من فيينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.